وكان عطره يعني إذا مر على قوم وجدوا عطره، يعرف العطر بتاعه إذا مشى. وشاب فيما يبدو للناس في هذا الوقت لا يتحمل المسؤولية، فيما يبدو للناس في هذا الوقت أنه لا يعتمد عليه، فيما يبدو للناس في هذا الوقت أن ده ممكن في وقت من الأوقات يكون ليه شأن، فيما يبدو للناس أن ده ابن أمه، فيما يبدو للناس أن لو أمه تخلت عنه ده حياته تتدمر. كل دي اعتبارات كانت موجودة في شخصية سيدنا مصعب، وده اللي يخلي الصحابة بعد كده لما يشوفوه يبكوا لحاله. أنت شايف واحد في أقصى اليمين في حالة عجيبة جدا من الرفاهية ومن التناعب، ومرة واحدة كل ده يروح بين لحظة، في لحظة واحدة، لمجرد أنه هو آمن بفكرة، لمجرد أنه هو إيه؟ آمن بفكرة وآمن برأي وآمن بمعتقد. هل الإيمان بالمعتقد يغير حياتي 180 درجة بهذا الحال ويخليني أن أنا ما عنديش مشكلة استغنى عن كل ده؟ علشان كده العلماء لما يجوا يتكلموا عنه يقولوا أنه هو فعلا يعني أصابته الحكمة وأصابته الفطنة، لأنه لا يمكن لأي مخلوق أنه يتخلى عن هذه الحياة إلا إذا حباه الله عز وجل وأعطاه ما تفضلت وقلت من الحكمة ومن الفطنة ومن الرشد ومن إدراكه لقيمة ما يسعى إليه. فده مهم جدا، وده بيخلينا برضو من الحاجات المهمة في سيرة سيدنا مصعب. كتير جدا من الأباء والأمهات أحيانا بيشوف ابنه مدلل قوي، فبيقول أنا ابني ده ممكن في وقت من الأوقات يشيل مسؤولية. فلما تقرأ في سيرة سيدنا مصعب تعرف أن لا، ابنك في وقت من الأوقات ممكن يكون ليه شأن ويشيل مسؤولية. طب لو اتكلمنا عن حكمة سيدنا مصعب والموقف اللي حصل بتاع رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم، هل هي مكتسبة ولا هي حاجة جت يعني كأنها بركة من رسول الله وبس؟ صلى الله عليه وسلم. علشان نفهم هي أصل الحكمة بيكون إيه؟ الحكمة منها اللي هو موهبة من الله سبحانه وتعالى وعطية من الله سبحانه وتعالى، زي ما ربنا تفضل في القرآن وقال إيه؟ يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولما ربنا يقول أوتي خيرا كثيرا يخلينا نقف شوية عند الحكمة. فلما نتعلم الحكمة كده هي الإصابة في القول، أو القول السديد، أو السداد في القول والفعل، إنك تضع الشيء المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب. كل دي من معاني الحكمة. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول فقد أوتي خيرا كثيرا، ليه؟ لأن حياته كلها بتكون متسمة بالحكمة، فمش هيغلط. فلما يتحط في أمرين هيختار الأفضل والأحسن ليه، وهي دي الحكمة اللي ربنا سبحانه وتعالى عطاها لسيدنا مصعب. جزء منها موهبة من الله سبحانه وتعالى، والجزء الآخر هو إيمان سيدنا مصعب بالفكرة اللي دعا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أحيانا الحكمة اكتسابها بيكون نابع من إيمانك بأنك أنت عايز توصل لغرض معين أو لشيء معين. فيبقى نقول إن هذه من عطايا الله سبحانه وتعالى جرت على يد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه غذاها وقواها بإيمانه بالفكرة اللي إيه؟ اللي أسلم بيها واللي آمن بيها واللي تيقن بيها. زي كل حاجة اللي هي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، بتبقى البذرة موجودة عند الإنسان، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. دي حقيقة. فدي بقت رزقه لأن هو البذرة مزروعة. ليه بقى؟ لأنه سعى لاكتسابها. يعني لو قلنا أنها عطية من الله سبحانه وتعالى فأنت بتظهر لله سبحانه وتعالى أن أنت مفتقر لهذا. أنا محتاج ده يا رب، فربنا يديك. لكن أنت محتاج ولا تظهر فقرك واحتياجك، فخلاص روح منك على طول. عشان كده في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى يقول ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. نعمة الله موجودة، لكن هذا الإنسان لما لم يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى ولم يضعها في موضعها تبدلت عليه فصارت عليه لا له. لكن سيدنا مصعب هو سعى لاكتساب هذه الحكمة فأعطاه الله عز وجل، لأنه خد الخطوة وراح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه عارف تبعات هذا الأمر. ولأنه عارف تبعات هذا الأمر لما دخل في الإسلام كتم إسلامه. هنتكلم عن بالتفصيل، بس في الآية بتاعت يؤتى الحكمة من يشاء، يؤتى الحكمة من يشاء، إن من يشاء دي عايدة على سواء مشيئة الإنسان أو مشيئة الله. يعني قالوا ممكن تفهم بالحالتين، إن ربنا هو اللي يشاء أو أنت اللي ما بتشاء، فالاثنين واحد بالضبط. كتير جدا من العلماء لما بيتكلموا في كلمة من يشاء إذا وردت في القرآن الكريم بتحمل الأمرين، مشيئة الله سبحانه وتعالى المقدورة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى وهيأها للإنسان، فإذا سعى الإنسان أتته، وإذا انصرف عنها صرفت عنه. أيوة. إزاي بقى؟ الآن أنا مقدور لي إن أنا هحصل على درجات علمية معينة. طيب ده مقدر لي، مقدر لي، ولكن يحتاج مني إلى جهد وإلى سعي. يعني أنا مقدر لي أن يكون لي أولاد، هيحصل زي من غير ما تزوج، فلازم يكون في جهد من الإنسان وسعي من الإنسان. عشان كده في القرآن الكريم ربنا يقول وأن ليس للإنسان إلا
ما سعى. وفي القرآن برضو ربنا سبحانه وتعالى لما يكلمنا كده في سورة البقرة في الآيات اللي بتتكلم عن كسب الإنسان وإن سعي الإنسان، منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فربنا يقول الاثنين أولئك لهم نصيب مما كسبوا، مما إيه؟ كسبوا يعني من سعيهم ومن جنس عملهم ومن جنس طلبهم. فكلما عرضت نفسك لرحمات الله أتتك، لكن صرفت نفسك عنها فصرت كالأعمى في وسط النور، هل تنتفع منه بشيء؟ لا سبحان الله، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه.